بس أستاذ حاتم، يعني هذا سلاح ذو حدين. إن حضرتك قلت إنه بيبقى الأمر محسوم بالنسبة للناخب، إنه عارف هو محتاج مين، أو إنه الأمر محسوم أنت هذا من سيقف الوقفة القوية لحماية الأمن القومي المصري. لكن في نفس الوقت هذه الطريقة في التفكير بالنسبة للناخب المصري أحياناً بتخليه يفكر إنه طب هي تمام، ما هو خلاص إحنا عارفين، بس إزاي يتشجع إنه ينزل بقى يقول اللي هو عايز يقوله. لا دي حاجة تانية. بس أقصد إنه كتير من المصريين بيفكروا يعني بالمنطق ده، إنه بما إنها محسومة. طرح حضرتك ده إنه ينزل ده موضوع تاني خالص. لكن أنا بتكلم عن واقع موجود. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة بمسألة إنه محسوم. محسوم ليه؟ أنت النهاردة في المشهد عندك 4 مرشحين. أنا قدامي 1، 2، 3، 4 نازل. أنا نزلت مضطر ان اختار واحد منهم. وانا بختار يعني العمليه الانتخابيه مش عمليه فيها تهريج طبعا. وبالتالي انت بتختار مرشح لابد ان انت عايزه يمثلك. هختار مين من الاربعه؟ يعني اذا الواقع بيفرض علي ان انا اختار شخص معين، مرشح معين، منافس معين. هو مين؟ هيكون هو الشخص اللي انا بعوزه ايا كان هو. يعني سين صاد عين حسب اولويات ما مش بفكر وشايف. مش بالضروره انا بقول فلان او فلان بالزبط. لكن انا بقول لي محسومه، لانه انا لما باجي افاضل ما عنديش خيار غير ان انا اختار هذا الشخص اللي بتتوفر فيه المؤهلات اللي المرحله محتاجاها. هي نفسها فرض نفسها يعني بالزبط. هي حتى المرحله فرض نفسها بدون ما يكون خيار لي انا، فخيار للمرحله ان احنا نختار سين من المرشحين. اما مساله انه المواطن ينزل، لا انت بقى بتتكلمي في عمليه اللي هو حقق الدستوري انك تحافظ عليه بالزبط. وعمليه الوعي. انت دلوقتي انا راجل ليا صوت في العمليه الانتخابيه وموجود. حضرتك بتقولي زمان كان في استفتاءات ما كانش في عملية تعددية. النهاردة طيب سواء تروح سواء ما تروحش صوتك ممكن يتلعب فيه، ممكن يتسدد، ممكن يتزور، ممكن بالزبط. لأن النهاردة أنت بتوقع قدام صوتك في دفاتر موجودة، في إشراف قضائي. حتى لو أنت عاوز تقاطع، حتى لو أنت عاوز ترفض العملية الانتخابية، حتى لو أنت عاوز تصوت تصويت عقابي، أيا كان، طالما ان احنا بنتكلم عن مشهد فيه حريه وفيه ديمقراطيه، انزل حافظ على صوتك وروح للجنتك واعمل اللي انت عاوزه. خد ورقتك واستخدمها زي ما انت عاوز. عاوز تقاطع، عاوز تبطل صوتك، عاوز اي حاجه، لكن هو انزل واثبت بالظبط انك بتمارس حقك وبتقوم بواجبك. ولسبب اخر برضو، اللي بينتقد واللي عاوز يعارض واللي عاوز، طالما انت ما بتشاركش في العمليه الانتخابيه، انا شخصيا بتصور ان مالكش حق في انك تعرض. انت اتنزلت عن حقك بالزبط. انت بدايه اتنزلت عن حقك. طالما انك اتنزلت عن هذا الحق، انا اتصور مالكش حق انك تطالب بحق اخر، لان الحقوق هي حق لك وحق عليك. الحقوق والواجبات هكذا تقال. بالزبط. فدي بس الرؤيه اللي انا بشوفها بالظبط. وده الـ 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 الهدف من كل اللي احنا بنقوم بيه في مساله التوعيه، انه صوت المواطن ما ينفعش يعتمد فيه على انه خلاص انا عارف او الناس كلها عارفه، يعتمد على انه انا لازم اثبت هذا. لان في عالم خارجي بيشوفني، والعالم ده لازم يشعر انه الدوله بشعبها بناسها كلها حائط صد قدام اي يعني. هو حتى يعني الدائر دلوقتي ان زي ما بنقول في حش يعني في ناس بتدفع للحشد، بيقول له انزل. حتى وان كنت انا ضد ان هو يوجه ان انت تنزل تختار مين، انزل بس عشان ده حقك. الا لو هو في حمله من حملات بيدعو للرئيس، ما فيش مشكله انا ادعو حضرتك ان احنا في النقاش، انما انا احشدك ليه يعني بالتأكيد. اللي هي يعني انا اسف يعني ان انا اسوق فلان او مجموعه ان هم يروحوا ينتخبوا فلان، ده مرفوض طبعا. ولكن ان انا ادعو الى فلان ده مقبول طبعا في اطار، لكن لاني انا بدعو مش باجبرك او باوجب عليك ان انت تختار فلان او سين او صاد او عين من الناس يعني.